السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم وصفة سوفلي. نبدأ مع الوصفة. بصل مقطع، فلفل مقطع، طماطم، زيت، لحم والتوابل. نحضر مقلاة، نضع البصل في المقلاة، والقليل من الزيت، ثم نضعها على النار. نضع المقلاة على نار هادئة مع التحريك المستمر. في بداية نضج البصل، نضيف له الفلفل. نرحل اللحم، نضيف له قليل من الدبشة، التوابل فلفل أسود، فلفل أحمر، كمون، توابل الشاورما، كزبر، كركم، زعتر، زيت ثوم والملح. بعد ما يطيبوا نضيف لهم اللحم. مع إضافة التوابل بعد ما يطيب اللحم نضيفه له الطماطم. نضيف ملعقة صغيرة طماطم مصبرة.
الآن كملنا الحشو. نبدأ الآن في مقادير العجينة. 2 كوب حليب دافئ، ملعقة كبيرة خميرة خبز، ملعقة كبيرة سكر، ربع كاس زيت، 1 خميرة حلويات، بيضة، 2 بياض بيض، الصفار للدهن، ملح، طحين. بسم الله، نبدأ الآن في خلط المكونات. نضيف الحليب الدافئ، ثم نضيف ملعقة كبيرة خميرة وسكر. نضيف بيضة وبياض البيضتين. نخلط الخليط حتى يتجانس. إضافة ربع كوب زيت. نضيف كوب طحين. نضيف نصف ملعقة صغيرة ملح. نضيف خميرة الحلويات. نضيف الكوب الثاني من الطحين. نخلط جيدا حتى نتحصل على هذا القوام.
أتركه يتخمر لمدة 10 دقائق. بعد التخمر نضيف نصف كوب نخلطه حتى نتحصل على عجينة معلكة. نتحصل على عجينة منفوخة طرية بهذا الشكل. نرش الطحين ونفتح العجينة إلى أن نتحصل على سمك رقيق جدا. نشكل العجينة على شكل مستطيل. في الوسط نضع الحشو. نضيف له الجبن. نشكل خطوط مائلة من الطرفين. نقوم بلف العجينة بخطوط متقاطعة إلى أن نتحصل على هذا الشكل. تدهن السمكة بالصفار. ونكمل طريقة صنع باقي الأشكال. Thank you.
نضعه في الفرن على 180 درجة حتى يحمر. بعد الطهي يكون هش وخفيف جدا. وهذه طريقة التقديم، شهية طيبة. أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة لأن النتيجة جد رائعة. شكرا على المشاهدة، سلاماتي لكم.